تبتدي خطواتنا الأولى من هنا ترتقي درجاتنا أعلى نكتب التاريخ في ورقات ننشر الإحسان والخيرات نبتغي سبل النجاة نمشي على نهج الهدى فديننا دين الحياة وحياتنا حياتنا ورقات العيد فرصة عظيمة لصفاء النفوس وإدخال السرور على الأهل والأولاد والأصحاب وهو لا يعني الانفلات من التكاليف والتحلل من الأخلاق والآداب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته حياكم الرحمن وبياكم وسدد على الحق وطي وخطاكم أسئلة كثيرة وردت من بعض الناس يسألون عن أحكام اللي حصلت البارحة بعضهم نسي أنه ما دفع زكاة الفطر راحت عليك قال عليه الصلاة والسلام من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات تحسب لك صدقة ما تحسب لك زكاة فطر كان الأولى قدر الله ما شافع أنك تستعد لهذا الشيء العظيم اللي هي زكاة الفطر طيب الآن واحد يقول أنا أديت زكاة فطر أعطيتها الجمعيات وإلى الآن جمعية ما وزعتها ما عليك بريئة الذمة أعطيتها الجمعية اللي جاء الخيري الموثوقة في البلد ومراقب من قبل الدولة ما عليك حرج إن شاء الله تعالى بريئة ذمتك بهذا الشيء بعضهم يتساءل يقول طيب الجنين هل يظهر يعني يخرجون عنا زكاة الفطر سنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يسن أن الإنسان إذا كان عنده زوجته حامل تخرج عن الحامل لكن لقول رجح أهل العلم لا يخرج عن المولود إذا ولد ولو ليلة العيد قبل العيد خلاص نطلع عنه زكاة الفطر وعيد إن شاء الله لما حضر هذا الولد في هذا اليوم العظيم من الأداب النبوية عندنا الآن في هذا اليوم الثاني من شوال يجوز الصيام هذا اليوم العظيم ما في حرج إن بصوبه إذا كنت كان صيامي قضاء يجوز تقضي أول يوم شوال لا إحنا عندنا اعتقاد إن العيد ثلاثة أيام لا العيد هو يوم واحد الأول من شوال واضح الثاني من شوال يجوز صيامه قضاء أو بصوم علي مثال الست من شوال قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر كله بصوم رمضان أولا كمل رمضان أحسن لما تكمل رمضان تتبع الست من شوال كان كصيام الدهر كله كما قال عليه الصلاة والسلام بعض الناس يصوم الست من شوال قبل القضاء يجوز على قول بعض أهل العلم واستدلوا بأن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقضي عليها في شعبان فدل على أنه جائز متسع لكن الأولى أن واحد يبادر بالقضاء قبل ست من شوال لكن لو ضاق علينا شوال ما بقي من شوال لستة أيام وعلي قضاء بصم ست من شوال يجوز هذا كما قال علماء الأمة رحمهم الله تعالى الدين يسر أهم شيء أنك تصوم رمضان ست من شوال هذا أفضل عند الله عز وجل الإشكال أن بعض الناس يقول طيب أنا الآن بصوم شوال مو ورا بعض بصوم اليوم بعد يومين بصوم يجوز ما يلزم على التتابع حتى قضاء رمضان واحد عليه 10 أيام رمضان هل لازم وراء بعض؟ لا يلزم ذلك إنما الذي يلزمك أنك تقضي قال عليه الصلاة والسلام أولو كان أمك عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت بلى قال دين الله حق يقضى فالإنسان يجب عليه وجوبا أنه يتقي الله تعالى في قضية القضاء لا تعب الورثة من وراك وأوصي نعم تذكرت لازم توصي إن عليك علي يومين علي ثلاثة بعضهم سألني برمضان يقول والله يا شيخ أنا ما أدري كم يوم علي ما أدري ناسي كم يوم علي شو ما تدري سجل مثل ما تسجل الديون اللي عليك والواجبات واللي تطلبهم الله تعالى يطلبك هذا الشيء هذا في ذمتك قال ودين الله حق أن يقضى سواء صيام نذر أو صيام قضاء أو صيام رمضان الذي عليك يستحب لنا في هذه الأيام العظيمة أن نألف الطاعة ونصل أرحامنا وننزع ما في قلوبنا من غل ساعات الشيطان حريص أن يجعل في قلوبنا غل يمكن ما زرنا بعض الناس أمس لكن نحاول نزورهم في هذه الأيام الكريمة اعتدنا على السهر أنا أعلم وبعضنا عنده سهر طويل جدا شنو السؤال الآن الصلوات اللي قاعد تقضيها احنا شفنا أمس صلاة العصر ناس نايمة المغرب العشاء لا يا أخوان احنا صحيح تعودنا على السهر لكن يجب علينا أن واحد يضبط وقته
ويصلي الصلاة في وقتها هي أعظم عند الله تعالى حتى من الصيام ست من شوال. قيل يا نبي الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. فصلاتك في وقتها أعظم عند الله تعالى من صيام النافلة. فقضيت أني أنا نايم والله نومي مقلوب وحالتي حالة، عدل نومك من الآن. فأمر لا ينبغي ما رأيناه البارح ورأيناه في الأيام التي خرت، أن بعض الناس يسحب على صلوات بحجة والله نايم، النوم ما هو عذر، لكن لو أنا بذلت السبب ونمت ووصيت ورحت على نومه ما حد قومني ولا ما قمت على المنبه، قد تكون من أهل أعذار وتقضي الصلاة فورا. بعض الناس يقضيها مع صلاة غدا، هذا خطأ ولا يصح، ذكرنا في حلقات ماضية في موضوع قضية قضاء الفائت من الصلوات. كذلك من الوصائل المهمة جدا، نحن الآن في اليوم الثاني من شوال، الواحد فينا يجب عليه وجوبا أن يألف الطاعة ويتعرف الله تعالى في الرخاء. وجوبا حافظ على صلواتك الخمس واعرف ما قصرته من رمضان الماضي. لازم اللي قصرناه في رمضان الماضي نألف الطاعة ونجتهد بالطاعة في هذه الأيام الكريمة. القرآن ما انتهى، الصيام ما انتهى، الدعاء ما انتهى، ما زلنا في أيام كريمة وأيام عظيمة عند الله عز وجل، فيها دعاء، فيها قرآن، فيها ذكر، فيها تسبيح، فيها استغفار، فيها صدقة، فيها أي شيء أسوي من أعمال. لا نعلق أعمالنا فقط في رمضان. قال الفضيل، قال الإمام أحمد، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. برمضان يشد حيله، غير رمضان لا في قرآن ولا في عبادة. احذر من هؤلاء الناس. فشيء يحزن أن بعض الناس فقط مواسم يعبدون الله في مواسم وتركنا العبادة في أيام السنة كلها، هذا من حرماني في مكان. كي تكتمل فرحة العيد احرص على العفو والتسامح مع من أساء إليك، فالعيد لا يكون إلا بالحب ولا يكتمل إلا بصفاء النفوس. من هنا تبتدي خطواتنا الأولى، من هنا ترتقي درجاتنا أعلى، نكتب التاريخ في ورقة. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.